أعزائنا المشاهدين متتبعي القناة الوطنية الثانية، عسلامة ومرحبا بكم في حصة الحياة فيلم على الوطنية الثانية، الحصة اللي تهتم بكل ما هو سينما، كل ما هو جديد، اللي يحب يقدم الأفلام نتاعه سواء في مجال الاحتراف أو في مجال الهواة. الفضاء هذا مفتوح للناس الكل، للنقاش، للتعرف على أهم الإنتاجات السينمائية في تونس. على هذا كان اليوم سعيدة جدا باستقبال كل من السيد إبراهيم الطايف، مرحبا بك. مرحبا. وأيضا سي خميس الخياطي ناقد سينمائي ومهتم بمجال السينما، مرحبا بكم. احنا اليوم الاستدعاء باش يكون في اطار ربما تقييم بعض اللي قدموا سي ابراهيم الطايف في ايام قرطاج السينمائيه، وزاده باش نقدموا فيلم هز يوز، الفيلم اللي باش يتم عرضه في سهريه الليله، وباش نقدموا لمحه على اعمال ابراهيم الطايف، شنو هو قدم قبل، شكون هو، كيفاش دخل المجال هذا من الباب الكبير، كيفاش هو اهتم في البدايه اكثر بالانتاج وبعد بدا بالمجال الاخراج. انا باش نقدم سي ابراهيم، ولد سنه 1959 بالقيروان، بعد دراسه في علوم الاتصال بفرنسا توجهت للسينما، بديت مسيرتك بمجال الانتاج من عام 1994 قبل ما تاسس شركه الانتاج بتاعك اللي هي ضروريه لانتاج العديد من الافلام. مارست زادة كتابه السيناريو والاخراج، كنت من سباقين في خلق جيل جديد للمخرجين اللي سعوا باش يغيروا صوره السينما في تونس، وهذا واضح من خلال الاعمال نتاعك. وبعد باش نحكيو على ربما الدوله البلاد اللي تاثرت بها، واللي يقولوا ديما سي ابراهيم تاثر بالمدرسه الايطاليه في مجال السينما، وهذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه بعد شويه. من اهم اعمالك سنه 2000 ان غيغ دو ترو، شريط قصير على نجيب محفوظ هكا، وسلسلة راكونت موا سنة 2000، فيلم فيزا سنة 2004، جو فو زي الوي 2006، سيني تشيتا 2006، وسنة 2013 هز يوز، الفيلم هذا اللي باش يتم عرضه في سهرية الليلة. الانتاج زاد قدمت في مجال الانتاج شريط طويل مع نوفل صاحب الطبع، شريط الكتبية سنة 2002. هذه تقريبا لمحة على مسيرة ابراهيم الطيف اللي كانت مسيرة حافلة بالاعمال، واللي ختمها المسيرة هذه اكيد رئاسة ادارة ايام قرطاج السينمائية في دورتها 26، واللي كانت بالفعل معناها دورة استثنائية، دورة متميزة على كل المقاييس. شفنا أفلام تونسية خرجت وحتى تونسي مشى وأقبل عليها بعد خروجها من المهرجان هذا، وهذا يحسب للمهرجان طبعا. به نحب نقيمه شوية سي خميس، تقريبا عندك لمحة على أعمال إبراهيم الطيف، شنو اللي شنو اللي يقعد لك في ذهنك من الأول بالكل على أعماله؟ يقعد بكل انه مخرج، سامحيني باش نقول كلمه هكا شعبيه، يعني يعطي صوره وبعدك يفصع بالمشاهد، يعطيه حاجه اخرى اللي هي موجوده، مثلا موجوده في فيزا، موجوده في الافلام القصيره اللي هو سمح بانه مخرجين شباب يعني عملوها ديكور اي، وكذلك ما ننساوش سينتشيتا. سينتشيتا اللي هو يعني موضوع الفكره نتاعو ما تجي كان الواحد اللي هو مهووس بانه يقول حاجه والناس تبدا باش تتصدق فيها وبعدها يعطي الصحيح. وهذا هو الموجود في هز يوز، يعني كل الشخصيات يعني ضحكه ولعبه، لكن وقت انت تبحثي وراه عندنا مناقش سي خميس في هز يوز، على خاطر كل شيء مختلف في الفيلم هذا، على مستوى الديكور، على مستوى الاكسسوار، اللبسه، الشخصيات اللي خلقها وصنعها بطريقه اللي تخليها كوميديه بطريقه بالنسبه لي انا نقدية. لو سمحتي بالنسبه لي انا مثلا الفيلم تاع سيني تشيتا قد يعلن يعني قد يعلن هو تو يصلح بعد اذا كان عنده حاجه، يعني قد يعلن هز يوز، لان الشخصيات يعني تعمل في حاجه اللي هي نوع من التحدي، لكن التحدي اللي هو كفكائي، تحدي عبثي يعني، فهذا باش نلقاوه بعد يعني في فيلم هز يوز.
به يا سي ابراهيم، اكيد انت رياقتك كانت بالافلام القصيره، وصلت للافلام الطويله، اكيد تخامرت في ذهنك العديد من الافكار اللي خليتك توصل لشريط هز يا وز اللي فيه ربما لمست ابراهيم الطيف، اللي قدمت صوره مغايره على الافلام التونسيه، عالجها بطريقه مختلفه. ما نلقاوش صوره الافلام اللي تعودنا بها، صوره الافلام التونسيه اللي تعودنا بها. هذا يرجع لشخصيه ابراهيم الطيف اللي يحب ديما يكون مختلف، اللي يحب ديما يحب يقدم حاجه جديده. اولا ميرسي، شكرا على الاستضافه. حابين صح حاجه في المسيره، لان مهمه جدا، ممكن اهم مرحله في معناها حبي للسينما او المدرسه الحقيقيه اللي مريت بها هو نادي السينما بمدينه القيروان. معناها لانه هذه المدرسه اللي تعلمت فيها الفرجه على السينما. ما زلت نتفكر انه اول فيلم كان ساكو فانزيتي اللي شفته، معناها بالموسيقى الرائعه جام بيز في الموسيقى، وكان فيلم سياسي بامتياز فك الفتره هذيك. دونك نوادي السينما في القيروان كانت هي المدرسه او النواه الاولى حتى نتغذى من حبنا للسينما. حب السينما يؤديك الى انك تتفرج على كذلك الافلام بطريقه، ليس بالضروري ان تكون ناقد، ولكن تتفرج بطريقه اخرى على الافلام. دونك هذه المرحله ممكن المهمه اللي على النقطه هذه يا سي ابراهيم، اهميه نوادي السينما في الجهات اللي تخلق جيل عنده تكوين معين، اللي خرج لنا مخرجين متميزين. تحس اللي نوادي هذه بدات تنقص بشويه بشويه؟ اكيد بدات تنقص الدور نتاعها بدا ينقص، ولكن لم تنقرض، وهذا معناها والحمد لله لم تنقرض، وممكن إعادة إحياها. فما تتفاصل شباب اليوم، ونوادي السينما قاعدة تحاول، فما عديد من النوادي اللي عاودت تفتحت بعد في الأربعة والخمسة سنوات الأخيرة، ولكن قاعدة تنشط. صحيح أنه ما عادش عندها نفس الدور اللي كانت في اليوم. فما مدارس سينما، فما معاهد سينما، فما إمكانية أنك تخرج تدرس لبرا التقنية السينمائية، ولكن في فترة ما كانت نوادي السينما السورس الوحيدة لي معناها لتزويد حتى التلفزه بمخرجين. هيك انه مثلا نوري بوزيد او مفيده التلاتلي والكل كانوا خرجوا من التلفزه من المكان هذا، ومشاو باش يعملوا دي ستاج لبرا ويدرسوا السينما. وكذلك عديد من المخرجين اللي من خريجين نوادي السينما، فريد بوغدير، سلمى بكار، رضا الباهي، او من بيان سور من السينما الهواة كما خالد البرساوي و منصف بن مراد، بيان سور منصف بن مراد، منصف ذويب من صفاقس نادي السينما صفاقس، محمد دمق، وانه درس كذلك درس السينما كذلك بعد من نوادي السينما. دونك هذيك حبيت نصحح في المرحله. بقى بعد السينما اكيد انه كل مخرج تاثر، انا متاثر جدا بالمدرسه الايطاليه، وخاصه بالليبوك نيو رياليست من السينما الايطاليه، معناها نحب برشا دوسيكا، نحب برشا فيليني. هذه السينما اللي ممكن انا قريب لها اكثر في طريقه معالجتها للمشاكل الاجتماعيه او المواضيع الاجتماعيه على طريق معناها بالطريقه السخريه او الطريق الكوميدية. فتاثري يبقى بالسينما، هذا اللي يخليني حتى في عديد من الافلام، وهذا تصير لي ديما، واصبحت كي انك لما تكون انت قاعد تصور وتجي قدامك اون سين دو فيليني ولا دو سيكا، فتقلب السيناريو وتحاول انك تعملها في وسط. وصارت لي في برشا مرات، وخاصه في فيلم سيني ستة اللي كان بريسك كومبليتمون ديديي الى سيت اوماج للسينما الايطالية، اللي حبيت نعطيه من خلال صعوبه ثلاثه شبان معناها باش يعملوا الفيلم نتاعهم. به سي خميس، كي نشوفوا مخرج متاثر بنوعيه معينه من الافلام، هذا يحصر في كما نقولوا احنا في اطار ضيق شويه، ما يخليهش يقدم رؤيه مختلفه، يقعد ديما متاثر هذه حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه حسب رايك؟ اولا يعني ليست لا حاجه لا ايجابيه ولا سلبيه، لانه هو يشعر مش في اطار ضيق، لانه في وجهه نظر قد تتماشى مع يعني احساسه هو، مع تربيته هو. وقت هو ذكر يعني ابراهيم نوادي السينما نتاع القيروان، هذه البدايه الاولى، ما ننساوش البدايه الاولى، يعني نادي السينما نتاع القيروان من مؤسسي يعني السينما
فيها البلاد في تونس، يعني ما تنساوش يعني احمد بخشين، ما تنساوش يعني كل الحبيب مسروقي الباهي و و و و و، فهذا كله يعني اعطاه فكره اللي هي بعد يعني قد تركب عليها يعني اشياء ايطاليه ايطاليا، وقد تركب جنوب من جنوب فرنسا بانيول قد يعني موجوده في حشائه موجوده عنده هو في بانيول، يعني مش بالضروره انه الانسان يكون سجين طيار معين، لا تجي فكره هكا في راسه، الهبله اللي موجوده عند فليني مثلا يعني هو ينجم يستعمل الهبله اللي قد تكون موجوده عند نوعيه معينه من السينمائيين الامريكان، يعني مثلا وودي ألن ها، يعني اللي هي قد تكون موجودة، يعني مش بالضرورة يكون هو فيه يعني سجن أو شعور المخرج اللي يشعر أو يسجن نفسه، ما أظن بأنه باش يعطي وباش يقدم حاجة. هو خبيث لما تكون متأثر كذلك أنت بسينما أو مدرسة سينمائية، هذا ليس باقتباس أو ريميك، معناها هو تأثر، فما التأثر في طريقة المعالجة، التأثر في الديكور، التأثر باختيار الكاستينج، في هذا هو معناها الكتابة، التقطيع في الأفلام، أنك تتأثر بمدرسة تتأثر بكل هذه، ولكن هذا لا يعني أنك تاخذ فيلم إيطالي وتعمل له الريميك في تونس، فهذه حاجة أخرى معناها. احنا دو باش نمشيو نشاهدوا بعض اللقطات الخاصة بفيلم فيزا وسيني تشيتا باش ناخذوا فكرة على الأفلام هذه اللي قدمها سي إبراهيم الطيب باش وصل لأعمال أفلام طويلة كما الفيلم هذي وز. نشاهدوا لقطات ونرجعوا نواصلوا حديثنا. تفرج تفرج يا ولدي، فيش تعمل تتعدى، قالوا تفرج تو وقته يا شهيدي، شوف شو تفرج تتعدى تو وقته تو وقته، فرجة حتى هو فرجة ريكو فليني. وي كان ان توكا بالنسبة لي انا راهو ماشي مشكلة، خاطر بلدان الخليج حاجتهم ناس كيفي وكيفك. خليج اي شنو خليج ابراهيم بربي قالوا خليج، جرب بلدان الخليج وتذكرني راهو غاديك الدولار بشكارة مش زعما. اي وي طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بحسن. نعم. حسنا ملف وكلاء ينقصه شيء. الحمد لله، اذا ساتحصل على التأشيرة. اقرا سورة البقرة. سورة البقرة. 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 نعم. ألف لا ميم. ألف لا ميم. ألف لا ميم. للأسف سيد الحسن. أتمنى أن تتذكر اسمك على الأقل. أنا أحفظ جيدا. هل أنا أدلك على باب الخروج؟ قل أعوذ برب الناس. تفضل سيد الحسن. إذا زلزلت الأرض زلزالها. تفضل سيد الحسن، لا تضيع وقتنا. ويل للمصلين الذين. تفضل سيد الحسن.
كانت لمحة على فيلم فيزا وسيني تشيتا لإبراهيم الطيف، الأفلام اللي أول ما سمعنا بها مشينا تفرجنا فيهم الأفلام هذوما. ربما هذا كان الحافز أنه يزيد يقدم سي إبراهيم ويقدم أفلام طويلة، على خاطر أنت نحسوك متوجه أكثر للإنتاج، معناها اخترت مجال الإنتاج أكثر منه مجال الإخراج، بدليل أنك الأفلام الطويلة أفلام قليلة، معناها فيلم واحد طويل تقريبا. هل أنه يستهويك أكثر الإنتاج أكثر من الإخراج؟ لا، أنا بالعكس، هو أنا انقطعت من الإنتاج منذ سنوات من شركة، معناها أنتجت رجل عماري مع درة بوشوشة، أنتجت عديد من المخرجين، وبعد وقفت على الإنتاج وحبيت نتفرغ للإخراج، انه تكون بشركه خاصه ومن الاول بشركه اللي انا معناها عملتها. وتو بالعكس، معناها حتى الفيلم الجاي اللي اسمه لو روتور دو علي، رجوع علي، باش يكون معناها بمنتج اخر منفذ. فبالعكس انا قطعت مع الفيلم. نعم، الفيلم تحكي عليه باش نكملوه، باش نصوروه ان شاء الله في معناها نوفمبر ديسمبر 2016، فيلم جديد. دونك بالعكس، معناها قطعت مع الانتاج كي اتفرغ بين للاخراج، لاني كذلك صحيح اني بديت بالانتاج وانتجت كثير من الافلام وخاصه الافلام القصيره منها، ولكن مؤمن كل الايمان انك لما تكون مخرج يجب ان تتفرغ للاخراج، معناها انه ومن هنا النجم نخلق منجين ومخرجين وسيناريست، وانه القطاع يتنظم لما لا تتضارب معناها الاختصاصات مع بعضها، ما يصيرش تضارب، لانه انك تكون مخرج ومنتج هذا يؤثر كثيرا، وانا عشت ويكثر كثيرا، يؤثر كثيرا على الفيلم او حتى على نوعيه الفيلم او مدى نجاحه من فشله. فمن عناصر فشل الافلام، بعض الافلام التونسيه، لانه هي ليست كثيره، ولكن هو هذا معناها الجمع بين مهنه المخرج ومهنه حتى نشوفوا شنو في ايام قطاج السينمائيه، نشوفوا ايام قطاج السينمائيه، حتى الافلام اللي وقع اختيارها السنه هذه كل هي من مخرجين ومنتجين، معناها اللي تعاملوا نجحوا في افلام كما على حلة عيني نتاع مثلا ليلى بوزيد والحبيب عطيه كمنتج، عماد مرجوق والحبيب عماد مرجوق على حلة عيني، فارس نعناع فيلم ناجح، وديكتاشوت وسي عبد العزيز بن ملوكه، فارس نعناع والحبيب عطيه. دونك فما اليوم هذه الافلام اللي ممكن تنجح اكثر لما يتفرغ المخرج الى الفيلم نتاعو، العمل الفني نتاعو، ويتفرغ المنتج بعد ما شاركوا بيان سور في العمل الفني، لانه دور المنتج كذلك معناها في نظرته الفنيه والكل حتى يتسنى له ان معناها يتواصل مع المخرج مهمه جدا، ولكن في وقت ما يفترغ معناها يتفرغ المخرج للفيلم نتاعو من التابع الفني ويخلي الانتاج على حد هذا. فوالا، دونك ديكو بالعكس انا خليت الانتاج لكي اتفرغ الاخراج. يعني هذه حاجه تحسب للسي ابراهيم الطيف، بما انه الاخراج هو ربما يحط الفيلم في كما نقولوا احنا في المركز الاساسي نتاعو، بحكم الفيلم ديما نربطوه شكون المخرج نتاعو مش شكون المنتج نتاعو. معناه اهميه الاخراج هي اللي خلات ابراهيم يتوجه اكثر للاخراج ويبعد على الانتاج. انت وين تراه خير؟ باش نكونوا موضوعيين شويه، حتى ولو هو توا بجانبك، تحسوا في الانتاج خير ولا في الاخراج خير؟ كل موضوعيه معناه. بكل اولا الموضوعيه في الفن مش موجوده. اي فما مجامله معناه تقول انت؟ لا لا لا، فما يعني انعكاس نتاع اشياء يمكن انا نحبها نرغب فيها، ارى بانه يعني حاجه موجوده عنده وقت هو يعني مخرج يعني افضل مما هو قد يكون منتج، لكن ثم افلام اللي كان فيها هو منتج يعني يسير المنتج شنو هو يعني ما يحطش شيء هذا على راس هذا، يسمح للمخرج بان يحقق حلمه. يعني انت وقت قلتي بانه هل الفيلم هو فيلم المخرج ولا المنتج، يتوقف اذا كان مثلا عندك مخرج امريكاني راح اسمه سيل سنيك، سيل سنيك يجي يشوف إتشكوك يعمل في الفيلم، نجم يقول له خي وقف لهنا، انت اللي صورته مبروك عليك، يبقى عندي قطع نحط واحد اخر، ويمشي الفيلم يعني موجود فيه يعني إتشكوك وموجود فيه مثلا مخرج اخر. الصيغه الاوروبيه وخاصه الصيغه الفرنسيه تعتمد على المخرج، وبالتالي انه المخرج هو اللي يحكم، المنتج هو في يعني يساعد المخرج على تحقيق احلامه، والصيغتين اللي هو عاشهم يعني عاش كان يعني على خاطر انت مش سهل تكون منتج
يعني تقوم انت الصباح يعني كمخرج تقول والله انا نحب نعمل اليوم المطر تصب ومش عارف ايه الى اخره. المنتج يقول لك منين بجيبك توا مش نعمل السحاب يعني يعني في توا انا مبسط يعني ياسر 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 تكون معناها بعض الجزئيات اللي يختلف فيها المنتج مع المخرج. ثم برشا برشا يعني يعني ثم اشياء يعني اللي هو المنتج يقول لك خويا انا ما نجيبش نعمل هيك مش موجوده. انت وقت تكتب السيناريو وقت المنتج يكتب يكتب يقول مثلا ويمشي في الشارع وتقع له حاجه يعني المنتج هو هذاك الكل يرد فلوس به. بعد المنتج وبعد المخرج نلقاوها في إدارة أيام قرطاج السينمائية في الدورة الأخيرة. تقييمك للإدارة المهرجان بالحجم اللي قلتيه أنت في الأول يعني من أحسن الدورات ونترقبه يعني ما يلزمش الإنسان يقف عند شيء الحد نترقبه في الدورة القادمة اللي هي خمسينية يعني أيام قرطاج السينمائية يعني التي بدأت يعني السي طاهر الشريعة الله يرحمه هو اللي كونها وحتى وإن كانت الدولة كانت داخلة ضمن مشروع ثقافي يعني ياك الوقت هذاك يعني بدا في الستينات ما ننساوش يعني الستات اللي كانت تو نكلموا المشاهدين نكلموا مع الستات ما يعرفوش شنو هي الستات الشركه التونسيه يعني للسينما يعني وللتجاره السينمائيه اللي فهذا كله يعني موجود يلزم الناس تحافظ عليه ويلزم التطور فاش نشوفوا يعني ايش مش عامل احنا على تاني. ابواب الاستعداد اكيد بما انه ايام قرطاج السينمائيه ولات كل عام عادش مره في العامين وهذا يحسب للسينما التونسيه. تقييم للعمل من طرف مدير المهرجان اكيد بعض الانتقادات اللي توجهت لك مثلا فما عبيد قالوا على خاطر سي ابراهيم ما تمش استدعاء بعض الطلبه من مدارس كيما مدرسه ليزاك واللي لبسوا باندروج على خاطر ما همش لي كارت باش يدخلوا. مثلا عمر الخليفي اللي هو اول مخرج تونسي هو اقل اول مخرج لتونس المستقله لا تونس موجود تونس المستقل اي تونس المستقل هذه مشكله قديمه لان اول مخرج تونسي هو شمام الشكلي شمام الشكلي 1922 اول فيلم عربي روائي هو فيلم عين الغزال بتاع شمام الشكلي قبل حتى ما ليلى تعمل يعني فيلم عزيزة أمير تعمل فيلم ليلى 1924 قيدومي السينما هذوما فما اللي يقول لك ويلوم عليك علاش ما تمش استدعائهم وفما سي عمر الخليفي وحبيب الشعري قال ما تمش استدعائنا يمكن من خلال الفضاء هذا نجموش نجاوب عليهم. أولا نحب نقول لكم على الدات نتاع المهرجان معناها نتاع أيام قرطاج السينمائية 2016 اللي باش يكون كما قال سي خميس خمسينية دونك إن شاء الله يكون احتفال كبير بالسينما اللي باش تكون من نهار 28 أكتوبر حتى 5 نوفمبر دونك رجعنا حاولنا نرجعوا السينما أيام قرطاج السينمائية للدات نتاعها وكيكا نبعدوا على مهرجانات منافسة كما دبي والقاهرة حتى يكونوا ضيوفنا كذلك من دبي والقاهرة نجموا نفرحوا بهم قدم شوية كان في نوفمبر هو كيكا باش منو ثانيا أدعو السيد عمر الخليفي من هذا المنصب الى انه خاطر يسكن قريب للفندق نتاع الوه انه يعني معناها يجي ياخذ الانفيتاسيون نتاعو ما فما حتى مشكله مع التاكيد حبيت ناكد لان وصلت له للاستدعاء حتى المنزل نتاعو لانه قريب دونك غريبه انه ما استدعيتش سي عمر الخليفي ولكن ضد الاستدعاءات لانه هذا مش 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 مهرجان هو عرس الناس الكل فهمت وعرس عائله كبيره والاستدعاءات موجوده ولكن عندنا على غالب عندنا هذه شو تسمى الهاجس نتاع انه مدير المهرجان يلوموا عليه اذا كان واحد كيما نهار عندكم ممثله تخدم هوني في التلفزه في قناه قالت ما معناها ما جابليش الاستدعاء اولا نسميوها نعرفوها امال علوان امال علوان مثلا امال علوان انا لم اشاهدها فقط في اي مره في اي فيلم تونسي معناها كممثله ما نعرفش اذا كان مثلت في افلام تونسي ولكن مرحبا بها وجيت وخذت دعوه وما راعني الا نسمعها في قناه اخرى تقول اللي ما جاتهاش دعوه وكل وحكيت وحسنوا مش المهم مش الدعوات ديما الاشكاليات هذه انا اعيب على اعيب على عديد من انه لا نحكي على المضمون لا نحكي على السينما ولما نتطرق الى ايام قرطاج السينمائيه نتطرق فقط الى ما يسمى معناها الحواشي فوالا الحواجب دو كوتي معناها المهم هو نوعيه الافلام اللي كانت موجوده الافلام هذا الجمهور علاش
ما يقوموش ال 180 ألف متفرج اللي يواكبوا أيام قرطاج السينمائية يقوموش حتى 10% فيهم يقولوا شبيك يا إبراهيم ما عطيناش انفيتاسيون. راك المهرجان معمول ليهم هما وبيهم هما ولادك. المهرجان مش معمول للنجوم والستار وقدماء أو مدارس السينما ضروري. لا لا ما يلزمش يستنى انه ياخذ بادج في ان ايتيديون دو سينما يلزمو يجي ويتعلم ويشد الصف ويقف كيما الناس الكل. البادج يخليني نتغيب على المدرسه نتاعو باش يلزم هكا. صارت بوليميك فارغه لان انا بدي استاذ كنت في ليجاك وكل صارت معناها بوليميك فارغه وخذاو لي زانفيتاسيون. ولكن ديما نقعد انا وكبت المهرجان وشيخ ميس واكب المهرجان خدمنا فيه المهرجان هذا منذ اليوم على ادارته مش نقعد على ادارته ولكن يبقى مهرجان الناس الكل ونقول راهو حفل الافتتاح وحفل الاختتام. شو معناه مش تبقى على ادارته؟ معناه انت في الدوره 2016 ولا مش نبقى على ادارته الدوره هذه في الخمسينيه ان شاء الله ولكن ممكن ما نبقاش على ادارته بعد لاني يعني ستفرغ الى افلامي. عندي فيلم باش نصور هذا معناه العمل نتاعي هو لست باداري انا حتى من ناحيه المهرجان هو التابع الفني اللي يهمني في المهرجان فالتنظيم والاستدعاءات ليست من مشمولات المدير. بعد الكل يتيح كل شيء على المدير مش مشكله المدير رقبته سدده ولكن ليست هذه هي رحب ليست هذه هي مهمه اي مدير اي مقتسم اي بقدر انها اداره فنيه اختيار افلام دعوه ضيوف هذا او تصور فلسفه للمهرجان كما تصورناها عام 2016 الخمسينيه يجب ان تكون تصور اخر ان يكون كذلك تصور احتفالي. نجحنا نجحنا بدينا التحضير لايام قرطاج السينمائيه منذ شهر فيفري وهذا مهم جدا انه بدينا حطينا اداره قاره معناها شبه اداره قاره بدات ليست بالرسميه ولكن شبه اداره قاره مش تبني الاداره قاره هذا المهم في ايام قرطاج السينمائيه لانه دعوه السي عمار الخليفي او من عدم دعوته ليس هذا صلب او فلسفه ايام قرطاج السينمائيه. رغم انك وجهت له الدعوه لكن ما جاش. مشيت له للدار وصلتها له ونلقاه يفطر ونقول لك شكليت معاه. وهذايا ما نحبش معناها ومشيت له حتى للدار. اما ما يسالش واحد كي يكبر شويه ينسى ممكن هذاك واحنا الكل قاعدين نكبر وممكن ننساو انساني بتيتر انسان اللي جيته للدار واعطيته الدعوه واعطيته ليتيكير ريستوران واعطيته البادج واعطيته الحفل بون. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اي وصلنا احنا المعلومه انه تم استدعاء عمر الخليفي لكن هو حتى مريم علوان جد امال علوان امال علوان اي وقع دعوتها ولكن لا قالت لك على خاطر وقفنا بعيد على الكهرباء وقفتها بعيد على المسرح والربع تاعها فما اللي جاو فما اللي ما خلاوهاش تدخل فما اللي جاو على ساقيهم من صفاقس باش يتفرجوا في الجي سي سي وفما اللي خذاو كونجيات من صفاقس وقابس ومن بنين ومن الواحد ابراهيم الناس ديما تلوم علاش تكون معامله الضيوف الاجانب بطريقه لا وضيوف الاجانب تكون بطريقه اخرى علاش ما تكونش الاجنبي ما يجيبش بكرهبته ويدخل بها حتى لشارع الحبيب بورقيبه سبحان الله ما وجيب مثلا ما نعرفش مثلا ايفيتي كو نوز اكتريس ايفيت دو بورتي لو تالون معناها من يحطوا في يجيبوا في الساك التالون وبعد يبدلوا اللبسه وبعد هكا تبارك الله في المسرح البلدي فما امانه مشكلتي جو في جيغي مدير ايام قرطاج السينما انه كرهبت امل علوان بعيده والتالون نتاعها ما نجمش يوصلها حتى للمسرح البلدي عاده بون مش أمل تسمع فينا المرة الجاية المرة الجاية ما تجيش تظبط أمان تحية وتحية اللي ولات زميلة ولات مخرجة فهمتني شفناها إن شاء الله هذا كل من محبتها على السينما وغيرتها على المهرجان اللي ديما تقول لك نحب الوجوه التونسية والمبدعين التوانسة الكبار في العمر يلزمهم يتكرموا في المناسبة هذه وجاني وهي تفهمها باهي احنا باش نرجعوا لحديثنا على المسيره نتاع سي ابراهيم الطيب بحكم انه الفيلم نتاع الليله هو فيلم هز يا وز باش نقدموا احنا بعد كواليس تصوير الفيلم هذا لكن قبل ما نوصل لتقديم الكواليس باش نحكي وربما برشا عباد قالوا الفيلم هذا تم اقتباسه والا فما هكا تشابه بينه وبين فيلم افخو سال اي ميشون لكارلو بونتي هو لي ايتوري سكولا صحيح ولا
كيف كو فو لو بوبل واش عبد الله سيدي نشكر كل اللي قالوا على انه القى وجه التقارب ما بين العنوان الفرنسي العنوان افخو كوبي دي ستوبيد افخو سالي ميشون افخو كوبي دي ستوبيد في العنوان وي ولكن هذا معروف هذه طريقه كذلك تسويقيه في حاجه تفرحك العنوان العنوان كما قالوا على قصر الدهشه تم اقتباسه من فيلم اخر معناها ديما التونسي يقظ معناها يتفرج ويتقارب مع الافلام الاخرى كالعنوان كأداة تسويقية كذلك للفيلم لكنه مهم جدا أنك تختار عنوان سهل أنك ترجع بالذاكرة في اختيار العنوان إلى كالك الريفيرونس سينماتوغرافي عنوان آخر فلوس أكاديمي وبعد هو كان, كان فلوس أكاديمي وبعد ولا بعد كي تطور الفيلم لأنه الفيلم في كان مش يتصور في فترة كان مش يتصور قبل 2006 كان مش يتصور وذاك الفيلم اللي جاتني منه معناها على خاطر رسالة من وزارة الثقافة في الوقت هذاك في 2006 هذا الموضوع لا يتماشى مع المجتمع التونسي تزمت ديني إجرام انحراف أرجو لكم مزيد التوفيق في فرصة قادمة فمن هناك تخلقت فرصة معناها فكرة سينيتشيتا كيف يمكن أن وزارة الثقافة تملأ علينا معناها المواضيع اللي يلزم نترقوا لها كمخرجين أو كسينمائيين وبعد بعد الثورة أمكن لي أن أصور الفيلم هذا مع بعض التعديلات ولكن الفيلم ظهر معناها إلى أنكور الأوردر دي جور اليوم عندنا أكثر تزمت أكثر إجرام وأكثر انحراف وهذا تقولوا أنت في بداية تدخلوا في بداية الفيلم وهذا نقولوا قبل ما مكتوبة بأنه يعني الأحداث تقع في بلد الفيلم يعني الفيلم مع الثورة في برشا جرأة في برشا نقد طبيعي. احنا قبل ما نواصلوا في الحديث على الفيلم هذا اكيد نحبوا ناخذوا لقطات من فيلم افخو سالي ميشون اللي قالوا انه يشبه له نشاهدوا لقطات ونرجعوا باش نواصل حديثنا كنا نحكيه توا على العناوين اللي تتشابه وهذا في مصلحة الفيلم وللتسويق للفيلم وفما اللي يقتبس من فكرة زادة للتسويق للفيلم تحسها فكرة باهية ولا
الفكره ايه الفكره دي فكره تسويقيه يعني. ما تنساش بانه المخرج الفيلم يعني ابراهيم الطيب هو من الذين اسسوا لوكالات يعني بتاع الاعلانات بتاع الاستشار يعني انه يعني يعرف كيفاش يسوق القدوي نتاعو. اي وهذا احنا في عالم يعني انه اذا كان ما بتعرفش تسوق وتبيع حاجه ربي يجيبك في الصواب حتى ولو يكون العمل لا متميز معناها وما تعرفش تسوقه. لا اذا كان كل اذا كان يكون العمل باهي يا تسوق ولا ما تسوقوش يفرض ظروف يفرض نفسه. ليه تغيرت سي خميس طول المقاييس على مستوى التوزيع اختيار العنوان اختيار لافيش الاسامي الكبيره وقتاش تحطها وقتاش معناها الكل كل هذاك ما يغطيش العوره اذا كان الفيلم مزمر. هذاك يتنجمش يتعمل كل اللي تحب اذا كان الفيلم مزمر يمكن يجيبوش يشوفوه الناس شويه وبعد يفيقوا بين سايب عليك يعني فهواه الحكايه. اما اذا كان انت عندك فيلم قائم بذاته وعندك شويه تحس هكا وتعرف كيفاش يعني تبيع وتجي تقول للناس راه هذا فيلم باهي ويلقاو بان فيلم باهي الفيلم يتواصل ذاك الفيلم يتواصل على المسيره نتاعو. هو من الاول خذا برشا نقد فيلم هز يا وز يقول لك شنو الطريقه هذه مش مستانسين بها طريقه نقديه فيها نوع من التهكم فيها سخريه. ذكرتني انا برساله ابو العلاء المعري اللي ينصح لكن بطريقه فيها نقد مضحك تهكم سخريه. كل اللي جاوبني او يسالني او ينتقد مش ينقد ينتقد كما تقولي انت قول برا اعمل فيلم مرة مو ما عجبكش هذا برا حتى البون دانوس خلتنا بالسيف نتفرجوا في الفيلم. البون دانوس اول ما هبطت وقتها باش نشاهدوا فيلم هز يا وز شدتنا وقلنا طريقه جديده في التناول في البحث في طرح الافكار معناها مش الطريقه اللي متعودين بها قبل. اي لانه هو يعني اللي قلت لك عليه في بدايه هذه الحصه قلت لك يعطي حاجه وبعد كده يضيع الجره لحاجه اخرى وهذا موجود يعني في حوار في شخصيات فيلم هز يا وز. واذا كان تشوف انت الحوار الاقتباس نتاع الحوار شكون يعني مع ابراهيم لكن شكون اللي كاتبه معاه وعامل الاقتباس يعني علي سعيدان. علي سعيدان يعني يعرف كيفاش وشكون مدير التصوير يعني مغراوي يعني عندك انت يعني على ذكر مدير التصوير والممثلين اللي هم موجودين وقت انت تشوفي يعني سوسن معالج تتمثل في دور يعني الفيس مش الفيس وهي واخده والكرهبه نتاعها كيفاش يعني واللون هذاك كله رأس. يعني مناخ يعني موجود ولو جديد على السينما التونسيه. نحب نشوف الاجواء نتاع الكواليس سي خميس ابراهيم نشاهدوا اجواء الكواليس الخاصه بفيلم هز يا وز ونرجعوا نحكي. هذه كواليس واجواء كواليس وكيفاش يتعامل ابراهيم مع الاجواء نتاع التصوير والاخراج كنا نشاهدوا فيها توا نرجعوا توا لمحتوى الفيلم اللي هو معناها تناول فيه مواضيع حساسه ولمح الاشياء موجوده لكن بطريقه فيها ضحك فيها سخريه طريقه حلوه برشا من ابراهيم الطايف. انت ذكرت بالعلاء المعري ها يعني نجم نذكره يعني الدعاجي
لازم نذكر يعني مجموعه من الادباء يعني السخريه يعني اللي هي موجوده يعني في الادب الشعبي التونسي. وعلاش انا ذكرت علي علي سعيدان؟ فهذا الكل شكون هو المخرج؟ المخرج هو يعني قائد اوركسترا. يعني اذا كان يتعدى نشاز راه هو وذنين ما تدمش. فهو يعني ينسق ما بين عده اطراف، وهذا اللي نجح فيها يعني مش التجربه الاولى على خاطر سينا تشيتا ما عدا بعض يعني بروتيانا يعني اشياء اللي هي ما كانش راكبه. يعني تعلم في الفيلم هذا، ما نقولش انه الشدافر يعني طالع يعني، اما فيلم ينقر يعني تطرق الى موضوع يمس الدين بدون يعني ما يكون يكفروه، يمس الناس اللي تعمل في السياسة بدون ما يخونوه. فهذا هي، هذا كان واحد يمشي في يعني على الحبل هكا الفوق، لا يتيه لا على اليمين لا على اليسار، وشدد روحه. وهذه الشخصيات اللي اختارها سي ابراهيم في الفيلم هذا، احمد الحفيان، سوسن معالش، كوثر بالحاج، فؤاد اللي طيب، معناها فاطمه سعيدان، معناها شخصيات معروفه، معناها راهنت على الاسماء في الفيلم هذا. لا انا ما راهنش، انا مش حكيت مراهنة على الاسماء، وهذه ديما ممكن ترجع. انا ايماني انه لما تكون في عمل مش بالضرورة أنه عندك مهمة اكتشاف نجوم جدد أو اكتشاف مواهب جديدة. أنا أريد أن أتعامل مع الممثل، والممثل أؤمن ونحب المسرح كثيرا، وأؤمن بالممثلين المسرحيين، لأنه ليس بالنسبة لنا ليس هناك فرق يقولوا لا الممثل هذاك مسرحي ما نجمش يمثل في السينما أو لا، ما فماش فرق. لكن بالعكس تلقى عند الممثل المسرحي اللي تربى على المسرح كل آليات تتمكن من الركح، لأنه السينما كذلك هو نوع هو ركح. يعني لما أن تصور انتبريز أو تصور معناها مشهد فهو مربوط في الزمن ومربوط في المكان، وعلى الممثل أن يتنقل أمام الكاميرا. والتنقل في أمام الكاميرا كيما التنقل على الركح أمام الجمهور. نشير فما إدارة متاع مخرج، وفما إدارة متاع الضوء والأمور هذيك الكل، ولكن إيماني بالمعناها بقدرة الممثل المسرحي على التأقلم مع كل. وذلك علاش كان اختياري مع عدا بعض الممثلين، حتى سوسن عندها كذلك تجارب مسرحية. لا أحمد الحفيان شفناه في دور مغاير أي أحمد أي أذك أكد لك أنه أحمد الحفيان في دور اللي معناها سان بانسون غيغ، معناها رديناه يضحك أحمد الحفيان. هذا الممثل اللي دائما يمثل في أدوار، فهذا الممثل يقص ويدي في جيب اكزاكتومون. هذا الممثل وذاك تعاملي مش أنه ليس بمفهوم النجومية والشباك، لأنه ليس لنا شباك، احنا ما زلنا ما عملناش باب للسينما حتى اللي تولي عنا نجوم شباك. فهذا معناها ايماني اني نحب نتعامل مع الممثلين المسرحيين بطريقه كبيره. يعني احنا خدينا معناها اخبار حصريه اليوم في الحياه فيلم، خدينا انك باش تكون على اداره مهرجان ايام قرطاج السينمائيه في الدوره الجايه، زاد حصري على الفيلم اللي قاعده تحضر فيه، نذكره بالعنوان نتاعه. العنوان البروفيزوار معناها العنوان الوقتي لو غوتور دالي رجوع علي. هذوما اخبار حصريه قدم هنا سي ابراهيم الطايف في برنامج الحياه فيلم. احنا توا باش نخليكم تشاهدوا فيلم هز يا وز لابراهيم الطايف، الفيلم اللي اثار العديد من الجدل على طريقه جديده في التعامل مع السينما التونسيه برؤيه ابراهيم الطايف وبالبصمه نتاعه. نشكرك سي خميس على حضورك معنا، وان شاء الله ديما تكون حاضر معنا وتفيدنا بالنقد للافلام التونسيه خاصه. واحنا ديما نحبوا نقدموا كان الافلام التونسيه ونشجعوا الافلام التونسيه. شكرا لك سي ابراهيم الطايف على حضورك معنا وعلى رحابه صدرك وعلى تعاملك مع الاعلاميين بطريقه فيها كما نقولوا احنا فيها رحابه صدر وتعامل متميز. شكرا لك. بالكلمات هذه نكون وصلنا لنهايه حصتنا، توا نخليكم تشاهدوا فيلم هز يا وز. ما بقى لي كان باش نقول لكم الى اللقاء.